يُسطر تاريخ الشعوب من خلال فنها وشعرها، ولهذا احتفل مجموعة من الشعراء بمناسبة مرور عام على الثورة المجيدة، ثورة الشعب المصري، في ندوة شعرية تحت اسم من شعر ثورة 25 يناير. الشعر هو لسان الأمة أو المعبر عن نبض الأمة وعن الأحاسيس الصادقة، وذلك الشعر من سماته الأولى الانفعال الصادق والتجربة الصحيحة. والشعر المتكلف هو الذي يتكلف الأمور أو يتخيل أنه كذا، ولكن الشعر الحقيقي هو أن يمر بالتجربة وأن يحترق بها. وذلك أفلاطون بيقول نار الفن المبدعة، نار الفن المبدعة نار، فهذه النار لابد الإنسان يشعر في داخله بانفعال شديد. هذه الندوة بمناسبة مرور عام على الثورة المصرية المباركة، ثورة الشباب بل ثورة الشعب كله. عند الصعود نامت على قلبي عصافير الكلام ونقرت صمتي كما النور المباغت في ليالينا، سيمنح ضعفنا بعض السلام وبعض أنغام النشيد. الحقيقة الشعر كان فقد دوره الفترة من الفترات، أنا كنت شايفة فيها أن الشعراء بيكلموا نفسهم طول الوقت، ده طبعا كان قبل الثورة يعني، لكن لاحظت دور الشعر الكبير جدا جدا أثناء الثورة، لأن لو أنت كنت شفتي الكرنفال اللي كان حاصل في ميدان التحرير، الستيج اللي كانت منصوبة في كل مكان، الشعراء اللي كانوا بيحمسوا الجمهور طول الوقت، فبدأ يظهر دور الشعر الحقيقي في اللحظة المناسبة وبدأت الناس تلتف حواليه. كمان أنا كنت متصورة أن الشباب انفصل تماما عن الشعر، لكن فوجئت انه لا، ده في حالة تواصل دائم معاه عبر الانترنت. معروف يعني عالميا ان الثورات بتحرك نبض الشعوب، واذا كانت الشعوب بتعاني من قادتها على مدار سنوات طويلة فبيحصل نوع من الاحباطات النفسية لكل المبدعين سواء كانوا شعراء او فنانين او علماء او شيء من هذا القبيل، بدليل انك انت بتلاقي الطيور المهاجرة للخارج كلها من عباقرة البلد ومن عباقرة مصر. فلما عاد الحنين للوطن بثورة 25 يناير اعتقد ان كل الابداعات المصرية سواء في المجالات العلمية او الثقافية او حتى الاقتصادية هتظهر وسيعم البلاد عموما نهضة شعرية وفكرية جميلة جدا تعبر عن خلاجات هذا الشعب المقهور سابقا.